شهد أسبوع الصحة والرياضة الذي أطلقته لجنة الفعاليات المصاحبة في مدينة شباب 2030 تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين في المسابقات الرياضية والبرامج التوعوية المختلفة، وذلك بالتعاون مع جامعة الخليج العربي التي أطلقت حملة متنفس بالإضافة إلى مشروع الجينوم الوطني. أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المتنوعة والمعلومات الطبية الحديثة تقدمها مدينة شباب 2030 للمشاركين فيها ليقضوا أوقات ممتعة مليئة بالنشاط والحيوية من خلال مسابقات رياضية متنوعة تشجع على ممارسة الرياضة. طبعا احنا حطينا اسبوع الرياضه والصحه لان حسينا مدينه الشباب هي المكان المناسب، بحيث ان هي اكبر تجمع شبابي مملكه البحرين، ان احنا نوعي الشباب ونبين لهم اهميه شلون يحافظون على صحتهم اكثر، وشلون اهميه الرياضه عندنا ايش كثر هي مهمه وايش كثر انه يعني احنا حاسين باهميتها، بس نحتاج اكثر ان احد يرجع يذكرنا ويوعينا اكثر واكثر. فاستضافنا جهات مختلفه في مدينه الشباب عشان تبين حق الشباب اهميه هاي الشيء. من اهم الفعاليات الموجوده عندنا التحديات اللي قاعده تصير، عندنا مسابقه كره القدم وعندنا بعد التنس والسله، فكلها مسابقات حركيه اكثر حق الفئتين البنات والشباب. الحمد لله حصلت المركز الاول في بطوله التنس، وبطولة التنس يعني من هوايتي من وانا صغير، يعني من ايام وانا صغير وانا العب تنس، فحصلت انه فرصه نظموا لنا بطوله حق التنس والحمد لله استانست فيها وحصلت المركز الاول. والله البرامج بالنسبه لي وايد حلوه وايد نشيطه، والله اشكر المدينه حق هالاسبوع لانه رياضي يعطينا نشاطات واشياء وايد يخلينا مو بس نستفيد نهتم بصحتنا. متنفس هي حملة تقدم معلومات طبية متخصصة في الصحة النفسية والجسدية أطلقتها جامعة الخليج العربي، حيث قاموا بطرحها للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية كونها الركيزة الأساسية في الحفاظ على الصحة العامة. فعالية متنفس هي فعالية عن الصحة النفسية، واخترنا بداية فعالياتنا تكون في مدينة الشباب علشان نستهدف شباب البحرينية. فعالية متنفس تركز على التوعية بالصحة النفسية للشباب. فكرة التوعية اللي احنا قاعدين نحاول نوصلها هالمرة، التوعية هي الكيف ووين وليش، يعني وين ممكن يروحون، متى يقدرون يروحون، وشنو الطريق الصحيح، شنو الطريقة الصحيحة اللي لازم يروحون فيها. فشعار الفعالية نفسه مخ على شكل ورقة شجر، مستوحى بأن المشاعر أصل وطبيعة في الإنسان وليست شيء مكتسب ينمو ويترعرع ويكبر معانا مثل الشيارة. تحديات يومية لمختلف الرياضات في المدينة، يحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على العديد من الجوائز، والتي بدورها تعزز روح المنافسة بين المشاركين في مدينة شباب 2030. فعاليات متنوعة تقدمها مدينة شباب 2030 بالتزامن مع أسبوع الصحة والرياضة، تقدم من خلالها مسابقات رياضية متنوعة وبرامج توعوية تثقيفية لتمدهم بالمعلومة الصحيحة المتعلقة بالصحة النفسية والجسدية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.